احنا بنطالب الفريق الاول بتاعي من نزول رئيس الجمهوريه. الشعب المصري متوافق عليه، الشعب المصري كله بيجمع على هذا الرجل الوطني. الفريق الاول عبد الفتاح السيسي شال رقبته على كتفه علشان الشعب المصري. كان ممكن يتم اعدامه لو لم تنجح 30 يونيو، كان ممكن يطلب يعني يطلب ما يحتاج له، يطلب اي عدد اي مطالب من مرسي، وكان هيديها له في مقابل انه يقف معاه، ولكنه اختار الطريق الصعب، اختار الانحياز الى جانب الشعب المصري. ودي على فكره مش عقيدته هو، ده عقيده الجيش المصري كله. الجيش المصري دائما يقف مع الشعب المصري. ماذا لو رفض الفريق السيسي الترشح؟ هنجبره على انه يترشح. انا هقدم له طلب ترشيحه بنفسي.